القراء المغاربة يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة عطر الكلام المقامة بالسعودية. نجح القراء المغاربة المشاركون في مسابقة عطر الكلام المقامة بالسعودية في صنف التلاوة من حصد 4 مراكز بالتتابع. فبعد أن فاز المشارك الإيراني يونس شاه مرادة بالمركز الأول وجائزته 3 مليون ريال، والسعودي عبد العزيز حسن الفقيه بالمركز الثاني وجائزته 2 مليوني ريال، جاء ترتيب القراء المغاربة وجوائزهم على الشكل التالي: المركز الثالث زكريا الزيرق 1 مليون ريال، المركز الرابع عبد الله الدغري 700 ألف ريال، المركز الخامس صلاح الدين متعبيد 500 ألف ريال، المركز السادس لمحمد يوسف الهبطي 300 ألف ريال. يذكر أن الدورة الأولى من هذه المسابقة التي تعتبر الأكبر في العالم العام الماضي فاز بالمركز الأول فيها القارئ المغربي المميز والمشهور يونس غربي.